بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومع هذا الخبر الذي نشرته مجلة سيونس اي افنير، العلوم والمستقبل، سيونس اي افنير. طبعا هذه المجلة الإلكترونية نشرت هذا الخبر هذا اليوم بعنوان فيروس اون شين، فيروس بالصين، بيغ بيلون كوتيديان دي دي سي. بيغ بيلون، لو بيلون المقصود به هو الحصيلة، لو بيلون المقصود به هو واحد الحصيلة ديال واحد الحساب. إذا نتكلم عن حساب ختامي يسمى لو بيلون، خاصة مثلا في الشركات، الشركات في آخر سنة مثلا تقوم بواحد الحساب ختامي لينظروا ما هي أرباحهم طيلة هاد السنة. إذا نتكلم عن فاغ لو بيلون، تقوم بحساب لتحدد نتيجته. إذا نتكلم عن فاغ لو بيلون، هنا عندنا بيغ بيلون. إذن كما لو أن الصين قامت بعملية حسابية خاصة بهاد الفيروس المنتشر الآن لتعطي نتيجة. إذا نتكلم عن بيغ بيلون، نتكلم عن نتيجة سيئة. بيغ بيلون، بيغ بيلون، نقول عن هاد لو بيلون بأنه بيغ، بأنه سيء، كوتيديان يعني أنه يومي. إذا نتكلم عن حصيلة سيئة يومية أو حصيلة يومية سيئة، بيغ بيلون كوتيديان دي دي سي. حصيلة ماذا؟ دي دي سي، حصيلة القتلى. إذن فيروس اون شين، بيغ بيلون كوتيديان دي دي سي. إذن نتكلم عن حصيلة سيئة يومية من القتلى. أوتور دي فرونسي دو بارتير، أوتور دي فرونسي دو بارتير. كما لو نتكلم هنا عن دور الفرنسيين ليذهبوا. طبعا كلمة تور، هاد الكلمة ممكن أن تأتي مؤنثة ومذكرة. إلا تكلمنا على كلمة تور مؤنثة نقول لا تور، المقصود بها في هذه الحالة هو البرج. نقول مثلا لا تور إيفل، لا تور إيفل يعني برج إيفل. إذا نتكلم عن باتيمون إلفي دو فورم روند، نتكلم عن باتيمون إلفي دو فورم روند، بناية مرتفعة بشكل دائري. إذن هي ترتفع بشكل دائري، إذن نسميها تور، إذن المقصود برج. أيضا كلمة تور ممكن أن تأتي مذكرة، نقول لو تور. في هذه الحالة كلمة تور ممكن أن تعني دورة أو دوران أو محيط دائرة، أو ممكن أن تعني درجة أو نظام أو نزهة، وممكن أن تعني مظهر أو هيئة. لكن أيضا الذي يهمنا هنا أنها تعني في حالتنا دور. نقول مثلا توغاتور، المقصود بالتناوب، وكأنه لكل شخص، كل شخص ينتظر دوره، وكأن كل شخص ينتظر دوره أو وقته حتى يحين. إذا نتكلم عن توغاتور، إذا نتكلم عن لوتور، نقول مثلا سيمون تور، إنه دوري، لقد جاء وقتي. هنا عندنا أوتور دي فرونسي دو بارتير، كما لو نقول لدور الفرنسيين لينطلقوا ليرحلوا. إذن جاء دور الفرنسيين ليرحلوا من الصين. لو بيلون دو ليبيديمي دو بنوموني فيرال سيت الوردي 160 مور، لو بيلون دو ليبيديمي دو بنوموني سيت الوردي 160 مور جودي ان شين ابري ان بون سون بريسيدون دو نومبر كوتيديان دو ديسي. لو بيلون دو ليبيديمي، إذا نتكلم عن حصيلة الإبيديمي المقصود به هو الوباء، الإبيديمي المقصود به الوباء. دو بنوموني، بنوموني المقصود بها انفلاماسيون دي بومون، إذا نتكلم عن التهاب الرئة. إذا هاد كلمة بنوموني المقصود بها التهاب الرئة. فيغال نتكلم عن فيروس يعني فيروس، فيروس فيروس. إذا أردنا أن نصف هاد الالتهاب الرئوي بأنه فيروسي نقول عنه بأنه فيرال، فيرال يعني أنه فيروسي. المقصود هنا بأن التهاب الرئة هنا مصدره هذا الفيروس. نتكلم عن لو بيلون دو ليبيديمي دو بنوموني فيرال سيت الوردي 160 مور جودي اون شين. إذن لو بيلون دو ليبيديمي دو بنوموني فيرال سيت الوردي 160 مور جودي اون شين. إذن حصيلة الوباء الفيروسي، التهاب الرئة الفيروسي سيتالوردي، يعني أنه كما نقول أتقل،
الوغدير يعني أنك تتقل شيئا، يعني أنك تزيد في تقله. إذن هنا نتكلم عن هذا الإبيديمي بأن أتقلت، المقصود بأنه زاد حجمها، بما يعني بأن ارتفعت. إذن هذا لوبيلو، هذا الحصيلة ارتفعت، هي تقولت إلى أي حد؟ سيطة الوغدي أصون سواسون دي مور، يعني أنها تقولت إلى حد 170 قتيلا. جودي أون شين، يوم الخميس بالصين، أبخي أن بون، بعد قفزة. لو بون المقصود به هو القفزة، تأتي من فعل بوندير، تأتي من فعل بوندير، بوندير يعني قفزة. إذن أبخي أن بون سون بريسيدون، يعني بعد قفزة ليس لها سابقة، ليس لها سابق، المقصود ليس لها مثيل. لو بيلون دو ليبيديمي دو بلوموني فيرال سيت الوغ دي 170 مور جودي أون شين أبخي أن بون، بعد قفزات سون بريسيدون، دون سابق المقصود دون مثيل، دو نومبر كوتيديان، إذا دون مثيلين دو نومبر كوتيديان دو ديسي، يعني دون مثيلين في العدد اليومي، المقصود بأن العدد اليومي كان منخفضا، فإذا به يقفز إلى وتيرة أكبر مفاجئة، هاد الوتيرة هي يومية، إذا أصبح هذا العدد الكبير يتكرر. سون بريسيدون دو نومبر كوتيديان دو ديسي، دون سابقين المقصود دون مثيلين في السابق، دو نومبر كوتيديان دو ديسي، في عدد الوفيات اليومي، كان في السابق كان عدد الوفيات منخفضا، ربما كان يموت شخص أو شخصين أو ثلاث، فإذا به يقفز إلى وتيرة أكبر، ربما 20، ربما 30، ربما 50. إذا نتكلم عن وتيرة أو عن عدد ليس له سابق في الوفيات. طوندي كابخي لي زاميريكان لي جابوني سي اوتور دي فرونسي دو بارتير دو اوران كوبي دي موند دوبوي اون سومان. طوندي كابخي لي زاميريكان اي لي جابوني سي اوتور دي فرونسي دو بارتير دو اوران كوبي دي موند دوبوي اون سومان. إذن طوندي كابخي، بينما بعد، كما نقول هنا وبعد، طوندي كابخي لي زاميريكان وبعد الامريكيين اي لي جابوني وبعد اليابانيين سي اوتور دي فرونسي، انه دور الفرنسيين دو بارتير دو اوران، دو بارتير دو اوران، للانطلاق من اوران، المقصود لترك مدينة اوران. كوبي دي موند، المنقطعة عن العالم، كوبي دي موند، المنقطعة عن العالم، دوبوي اون سومان، منذ أسبوعين، المقصود بأنها عزلت، المقصود بأن هذه المنطقة التي تسمى اوران بأنها عزلت عن العالم بسبب هذا الفيروس. لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، منظمة الصحة العالمية، كي أبلي لورغانيزاسيون يعني المنظمة مونديال العالمية دو لا سونتي، للصحة المرموز لها بـ OMS. الكلمة الثالثة اللي شفنا هنا أنها تختصر في هاد OMS، لورغانيزاسيون نأخذ منها هاد O، مونديال نأخذ منها N، لا سونتي نأخذ منها S، لا سونتي نأخذ منها S. إذن نقول OMS، المقصود لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، كي أبلي لو موند أونتي أجير. إذن منظمة الصحة العالمية كي أبلي، التي نادت لو موند أونتي أجير، التي نادت العالم بأكمله أجير ليتصرف فاس أو نوفو كورونا فيروس، فاس أو نوفو كورونا فيروس. إذن فاس في مواجهة، نتكلم على لافاس، لافاس المقصود الوجه، لافاس المقصود بها الوجه أو الجانب أو الجهة. إذا نقول أ لافاس دو، المقصود أمام، جو متخوف أ لافاس دو لابوست، يعني أنا أتواجد أمام مركز البريد، جو متخوف أ لافاس دو لابوست، أنا أتواجد أمام مركز البريد. إذا نتكلم عن أ لافاس دو، طبعا لافاس المقصود بها الواجهة أو الجانب. إذن عندنا هنا فاس أو نوفو كورونا فيروس، إذن في مواجهات، في مواجهة فيروس كورونا نوفو الجديد، إذن نتكلم عن فيروس جديد اسمه كورونا. تياندرا جودي لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، المنظمة العالمية للصحة، كي أبلي، التي نادت إلى آخره كما قلنا الآن، تياندرا يعني أنها ستأخذ، جودي إن ريونيون يعني أنها ستأخذ يوم الخميس اجتماعا، وغدا تيرميني، لتحدد
سي ليبيديمي إن كان سي المقصود هنا إذا كان سي ليبيديمي إذا كان الوباء المقصود الوباء الذي نحن بصدده pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. منظمة الصحة العالمية ستجتمع يوم الخميس tiendra jeudi une réunion ستأخذ يوم الخميس اجتماعا pour déterminer لتحدد si l'épidémie إن كان الوباء constitue يشكل une urgence de santé publique إن كان يشكل ضرورة إرجانس مقصود بها ضرورة أو كما نقول استعجال دو سونتي بيبليك للصحة العامة دو بورتي انترناسيونال. طبعا كلمة بورتي ممكن أن تعني قوة أو مدى أو هدف. كلمة بورتي تعني مدى أو أهمية ولها معاني أخرى. طبعا كما لو نتكلم عن هذا الاجتماع أنه سيتدارس أمر هذا الوباء ثم مداه أو أهميته فيما يخص الصحة العامة وخاصة الدولية. إذن بمعنى آخر أن منظمة الصحة العالمية ستجتمع لتتدارس إن كان هذا الوباء يشكل خطورة حقيقية على الصحة العالمية. L'Organisation mondiale de la santé qui a appelé le monde entier à agir face au nouveau coronavirus tiendra jeudi une réunion pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Les autorités chinoises, dans ce lot de scénario, ont fait jeudi matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes. Les autorités chinoises ont fait état jeudi matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes. Les autorités chinoises ont fait état jeudi matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes. إذن السلطة الصينية on fait état. Faire état المقصود بأنك تعبر أنك تتواصل أنك تخبر أشخاصا أو شخصا عن شيء ما faire état. إذن المقصود أنك تعبر عن حالة بمعنى آخر أنك تخبر شخصا عن شيء. On fait état كما نقول بأنهم فعلوا حالة المقصود بأنهم عبروا عن حالة. On fait état كما نقول بأنهم عبروا عن حالة. Les autorités chinois ont fait état jeudi matin de 38 décès sur les 24 heures précédentes. السلطات الصينية فعلوا حالة المقصود بأنهم عبروا عن حالة المقصود بمعنى آخر أنهم أخبروا أشخاص آخرين عن حالة عن وضعية جودي متى يوم الخميس صباحا دو 38 ديسي أخبروا بأنه كان هناك 38 قاتلا سور لي 24 هور بريسيدونت. إذن على طول 24 ساعة الماضية سوا لا بلي فورت بروغريسيون كوتيديان بما يعني. إذن عندما أعطوا هاد الحاصلة عندما أعلنت السلطات الصينية عن هذه الحصيلة سوا لا بلي فورت بروغريسيون كوتيديان دوبوي لو ديبي دو ليبيديمي اون ديسمبر سوا لا بلي فورت بروغريسيون بما يعني عندنا هنا لو فيرب اتر كما نقول فليكن ولكن المقصود هنا بما يعني لا بلي فورت بروغريسيون أقوى تقدم أو تطور طبعا في هاد الوباء كوتيديان. إذا نتكلم عن تطور يومي دوبوي لو ديبي دو ليبيديمي اون ديسمبر منذ بداية الوباء في ديسمبر وهذا يعني بأنها أكبر زيادة يومية منذ بداية الوباء في شهر ديسمبر. Pourtant le bilan a 170 morts. Pourtant le bilan à 170 morts. كما لو نقول هنا بأنه حاملا الحصيلة إلى 170 قتيلا المقصود بأن عدد القتلى ازداد المقصود بأن هذه الزيادة الكبيرة اليومية طبعا أوصلت عدد القتلى إلى 170 قتيلا. Le nombre de patients contaminés a bondi
à environ 7700 en Chine continentale ou Hong Kong, dépassant désormais largement le nombre 5327 de personnes infectées en 2002 et 2003 par l'épidémie du SARS, dépassant désormais largement le nombre 5327 de personnes infectées en 2002 et 2003 par l'épidémie du SARS. Le nombre de patients contaminés et de notre le nombre de patients et de notre clément à d'aide à l'marda contaminés à l'maqsoud à l'mu'ada ou comme on a dit notre clément à l'adwa notre clément à l'adwa et de notre clément à la contamination et de notre clément à l'adwa marda à l'homme contaminé à l'maqsoud à l'homme comme on a dit à l'mu'ada à l'adine à l'adwa le virus à l'achat à l'acharine et de le nombre de patients kelimat de patients. ممكن أن نجي adjectif تتعني صبور شخص يصبر نتكلم على لو فيرب سو باسيونتي نتكلم على لو فيرب سو باسيونتي يعني أنك تصبر إذا نتكلم على لو فيرب سو باسيونتي يعني فعل صبورة يعني أنك تصبر على بلاء أنك تنتظر وتصبر هنا طبعا نتكلم عن باسيون تعني صبور لكن أن تعني أيضا الشخص الذي يزور الطبيب ليتلقى فحوصات كل شخص يزور الطبيب ليتلقى فحوصات يسمى باسيون الأشخاص المرضى الذين يزورون الطبيب طبعا أيضا يسمون دي باسيون إذا لو نومبر دو باسيون كونتاميني إذا نتكلم عن عدد المرضى كونتاميني كما نقول الذين أصابتهم العدوى كونتاميني أبوندي أبوندي يعني أنها قفزت إذا نتكلم عن لو فيرب بوندير مرة أخرى أبوندي à environ إلى حوالي إذا نتكلم عن عدد المرضى المصابين أبوندي إذا هذا العدد أبوندي بأنه قفز à environ إلى حوالي هذا العدد قفز إلى حوالي 7700 إلى حوالي 7700 في الصين في الصين كونتيننتال في الصين القارية نتكلم عن لو كونتينون يعني القارة. Le nombre de patients contaminés a bondi à environ 7700 en Chine. Et d'un adad marda, qu'afaza il a hawali 7700. Il a hawali 7700 en Chine. La Chine continentale. Al-Qariya. Nataklam an Chine Al-Qariya. Continental t'a'ti min kalimat continent. Continent m'aqsoud bi qarra. Naqul matalan le continent africain. Naqul matalan le continent africain. القارة الإفريقية كلمة كونتينو هي كلمة مذكرة كما نلاحظ إذن العدد قفز إلى 7700 فالصين القارية أوغ هونغ كونغ أوغ كما نقول خارج أوغ هونغ كونغ المقصود باستثناء هونغ كونغ دي باسون ديزورمي يعني أنه تجاوز من الآن فصاعدا ديزورمي المقصود بها من الآن فصاعدا ديزورمي المقصود بها أبارتير دي مومو اكتويل انطلاقا من اللحظة الحالية ايضا هناك كلمة اخرى توافقها دورينافون دورينافون نقول ديزورمي او بيان دورينافون ايضا دي مانتينو من الان ا لافونير الى المستقبل نقول مثلا لي ديرنيير ديفيكولتي سون ريزولي اذا اخر صعوبات حلت لي ديرنيير difficultés sont résolues. إذن آخر الصعوبات آخر المشاكل أو الصعوبات حلت. Vous avez désormais le champ libre. Vous avez désormais le champ libre. لكم من الآن فصاعدا الحق الحر. المقصود أنكم الآن من الآن فصاعدا تملكون مجالا حرا. لكم المجال حر. لكم من الآن فصاعدا المجال حر. إذن تفعلون ما تشاءون إذن vous avez désormais le champ libre لكم من الآن فصاعدا المجال حر أو كما عندنا هنا الحقل حر le nombre de patients contaminés a bondi à environ 7700 en Chine continentale à Hong Kong dépassant désormais largement le nombre 5327 dépassant يعني متجاوزا désormais من الآن فصاعدا largement بشكل واسع يعني أنه تجاوز بشكل كبير ماذا تجاوز le nombre 5000
327. إذن هو تجاوز هذا العدد دو بيرسون من الأشخاص انفكتي المصابين اون 2002 يعني في 2002 و 2003 وفي 2003 ليبيديمي دي سارس. إذن عدد المصابين اليوم اللي هو 7700 تجاوز بشكل كبير عددا آخر للمصابين اللي هو 5327 والذي كان في 2002 و2003 بار لابيديمي دي سارس بسبب وباء سارس. كان هناك وباء آخر في 2002 و2003 أدى إلى إصابة 5327، هذا الوباء وباء سارس سو كورونا فيروس. إذا نتكلم عن الفيروس الذي يسمى كورونا أفي ألار في، إذن هو فعل، إذن كما لو نقول بأنه أدى إلى 774 مور، أدى إلى وفاة 774 قاتل دون لوموند في العالم، دون 349 أون شين كونتيننتال، والتي منها دون المقصود التي منها 349 349 أون شين كونتيننتال في الصين القارية لوحدها، وهو لا ميتروبول دي سونتر دو لا شين، لا ميتروبول دي سونتر دو لا شين دو اي بارتي لابيديمي اي ديزورمي كوبي دي موند دوبوي اون سومين تو كوم لا كازي توتاليتي دو لا بروفانس انفيرونونت دي هوباي. وهو هاد المدينة لا ميتروبول، كلمة ميتروبول مقصود بها عاصمة إدارية أو اقتصادية، ميتروبول مقصود بها كابيتال بوليتيك او ايكونوميك دان بيي، ميتروبول مقصود بها كابيتال بوليتيك او ايكونوميك دان بيي، العاصمه الاقتصاديه او السياسيه لبلد تسمى ميتروبول. اذا عندما نتكلم عن وهو المقصود بها العاصمه الاقتصاديه او السياسيه او هما معا للصين، اذا وهو لا ميتروبول دي سونتر دو لا شين. اذا نتكلم عن العاصمه الاقتصاديه او السياسيه او هما معا دي سونتر دو لا شين لوسط الصين دو اي بارتي لابيديمي من حيث انطلق الوباء اي ديزورمي كوبي دي موند، هي من الان فصاعدا مقطوعه عن العالم، المقصود بانها معزوله عن العالم، اي ديزورمي كوبي دي موند يعني انها من الان فصاعدا مقطوعه عن العالم، بمعنى اخر انها معزوله عن العالم دوبوي اون سومين منذ اسبوعين، يعني هي من سيمانة وهي مقطوعة عن العالم. تقام تماما مثل لا كازي توتاليتي، مثل لا كازي توتاليتي كما نقول قريبا من الكل. هنا نتكلم عن وهو هدى المدينة العاصمة الاقتصادية والسياسية مثلا هي عزلت تماما مثل مناطق أخرى. إذا قلنا توكوم لا توتاليتي دو لا بروفانس انفيرونونت دي هوباي، إذا قلنا توكوم لا توتاليتي دو لا بروفانس انفيرونونت دي هوباي المقصود بها بأن عزلت، نتكلم عنه مثل توكوم لا توتاليتي دو لا بروفانس انفيرونونت دي هوباي، إذن هي عزلت نتكلم عنه توكوم تماما مثل لا توتاليتي، تماما مثل جميع ماذا de la province environnante du Hubei، تماما مثل الإقليم المجاور لهوباي. إذا نتكلم عن جميع الإقليم المجاور لهوباي، هنا عندنا لا كازي توتاليتي وليس لا توتاليتي، المقصود تقريبا جميع، تقريبا جميع، إذا هاد كازي المقصود به تقريبا. توكوم لا كازي توتاليتي تماما مثل تقريبا جميع دو لا بروفانس انفيرونون دي هوباي، إذن تماما مثل كما نقول غالبية لا بروفانس يعني الإقليم انفيرونون المجاور دي هوباي، المجاور لهوباي. باختصار وهو أنها عزلت مثل غالبية مناطق هوباي، مثل غالبية مناطق هوباي. Alors que ce cordon sanitaire draconien، في حين أن هذا الحبل، ce cordon هذا الحبل، alors que ce cordon في حين أن هذا الحبل، نتكلم مثلا عن cordon umbilical الحبل السري يسمى
كوردون أمبيليكال، كوردون أمبيليكال. طبعا هنا نتكلم عن حبل من نوع آخر، نتكلم عن حبل القوانين التي فرضت، نتكلم هنا عن حبل القوانين الصحية التي فرضت والتي تمثلت أساسا في العزل والمنع. إذا نتكلم عن alors que ce cordon sanitaire draconien، إذا نتكلم عن في حين أن هذا الحبل الصحي draconien، draconien المقصود بأنه تعسفي كما لو نقول أو أنه صارم. alors que ce cordon sanitaire draconien، في حين أن هذا الحبل الصحي sanitaire يعني صحي، نتكلم على سونتي يعني الصحة، draconien، draconien المقصود بها تعسفي أو قاسي أو أنه صارم، صارم كما عندنا هنا دراكونيا المقصود به أنه صارم بالخصوص. إذا نتكلم عن دراكونيا المقصود به تخي سيفير، تخي سيفير يعني أنها قاسية جدا، تخي سيفير. إذا دراكونيا المقصود بها تخي سيفير، المقصود بأنها قاسية جدا. نقول مثلا ريغولاسيون، ريغولاسيون دراكونيان، إذا نتكلم عن قوانين صارمة، ريغولاسيون دراكونيان، نتكلم عن تنظيمات صارمة. نقول مثلا prendre des mesures draconiennes، انك كما نقول تاخذ قياسات صارمه، المقصود هنا بانك تاخذ تدابير صارمه، انك تاخذ تدابير صارمه. طبعا في السياسه وفي القوانين عندما تستخرج قانونا، اذا انت تستخرج قياسا على ما يسير على المجتمع، مثلا لمحاربه الجريمه او لتشجيع امر ما أو للقضاء مثلا على ظاهرة ما. تدابير لا يمكن أن تتخذ إلا قياسا على ما قد يحصل، إلا قياسا على توقعات قد تحصل. التدابير لا يمكن أن تؤخذ إلا قياسا على توقعات، إذا نسميها ديميزيور، كما نقول قياسات المقصود أنها تدابير. إذا نقول بروندر ديميزيور دراكونيان، أنك تأخذ تدابير دراكونية كما نقول بأنها صارمة. إذن كلمة دراكونية أو بيا دراكونيان، cette expression a été forgée en mémoire de dragon، cette expression a été forgée en mémoire de dragon. إذن هاد العبارة a été forgée، نتكلم عن لوفان فورجي، لوفان فورجي أنك تطرق المعدن بعد تسخينه، يعني أنك تدق المعدن بعد تسخينه، تخافي أميطال أشو، تعمل على معدن بعد تسخينه، تخافي أميطال أشو، تغير شكل قطعة معدنية بعد تسخينها حتى يسهل تغيير شكلها. هنا نتكلم عن ست إكسبرسيون أ إيتي فورجي أو ميموار دو دراكون، هنا هذه العبارة أ إيتي فورجي ست إكسبرسيون أنها صيغة، أنها تم تضبيطها كما نقول صيغة كما تصاغ القطع المعدنية أو ميموار دو دراكون. إذن هذه العبارة أنها صيغة كما تصاغ القطع المعدنية أو ميموار دو دراكون في ذكرى لي دراكون، أو ميموار دو دراكون كما نقول بأنها كذكرى لي دراكون. من يكون هذا دراكون؟ دراكون سي ان جوريست داتين سيليبر pour avoir rédigé et imposé dans sa cité une législation très stricte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Dracon, c'est un juriste d'Athènes célèbre pour avoir rédigé et imposé dans sa cité une législation très stricte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, nous parlons ici de Hadarat al-Yunan. Et donc, Dracon, c'est un juriste. Juriste, c'est une personne qui pratique le droit. إذا نتكلم عن شخص يمتهن القانون، لو دغوا، نتكلم عن شخص يمتهن القانون، عندنا هنا شخص يطبق القانون، بيرسون كي براتيك لو دغوا، جيريس المقصود به بيرسون كي براتيك لو دغوا، كما لو نتكلم عن شخص يطبق القانون، نحن هنا في الحقيقة نتكلم عن شخص يمتهن القانون، نتكلم عن سبيسياليست متخصص دي كيستيو جيريديك في المسائل القانونية. إذا نتكلم عن متخصص في المسائل القانونية، سبيسياليست دي كيستيون جوريديك، متخصص في المسائل القانونية. جوريديك تأتي من لا جوستيس يعني العدالة، غولاتيف على جوستيس أو دغوا،
عندما نقول عن شيء بأنه جيريديك مثلا question جيريديك المقصود بأنه relatif à la justice ou bien relatif au droit المقصود بأنه متعلق بالعدالة وبالقانون relatif à la justice ou bien relatif au droit. إذا تكلمنا عن دراكو قلنا عنه بأنه c'est un juriste d'atteint célèbre pour avoir rédigé et imposé dans sa cité une législation très stricte. إذا نتكلم عن رجل قانون جيريست داتان يعني كان في أتينا سلابة يعني أنه كان مشهور pour avoir rédigé لأنه كتب كونه كتب pour avoir rédigé لأنه كتب et imposé ثم فرض dans sa cité ثم فرض في مدينته une législation يعني أنه فرض تشريعا très strict très strict يعني أنه فرض تشريعا صارما للغاية au 7e siècle avant Jésus-Christ فرض هذا التشريع في القرن السابع قبل الميلاد يعني 700 سنة قبل ما يجي المسيح عليه السلام قبل ولادة المسيح عليه السلام إذا عندما نصف شيئا بأنه دراكونيا وبيدراكونيان في حالة المؤنث إذا المقصود بأنه صارم alors que ce cordon sanitaire draconien alors que ce cordon sanitaire draconien في حين أن هذا الحبل الصحي الدراكوني المقصود أنه صارم دراكونيان المقصود أنه صارم imposé le 23 février المفروض في 23 فبراير interdit يعني أنه منع à quelques 56 millions interdit à quelques 56 millions interdit نتكلم على الverb interdire يعني أنك تمنع interdit à quelques 56 millions d'habitants يعني الذي منع عن حوالي 56 مليونا alors que ce cordon sanitaire draconien imposé le 23 février interdit à quelques 56 millions d'habitants de quitter la région طبعا نتكلم هنا عن في حين ان الحبل الصحي الدراكوني المقصود صارم نتكلم هنا عن القوانين الذي منع عن حوالي 56 مليونا من أن يتركوا المنطقة قوانين السير مثلا يمكن أن نعتبرها كحبل سلامة صحية لأننا نحس بها كأنها حبل لكنها يجب أن تكون إذا نفس الشيء هنا نتكلم عن حبل من القوانين انتيردي اكيلكو سيكون سيميليون دابيتون دو كيتي لا ريجيون هذا الحبل من القوانين منع حوالي 56 مليون من السكان دو كيتي لا ريجيون من ترك المنطقة حتى لا ينقلوا الفيروس إذن في حين أن هذا الحبل الصحي الدراكوني يعني أنه يمنع هذا العدد من السكان لازيتازوني اي جابون الولايات المتحدة واليابان أنتوغانيزي يعني أنهم نظموا ميركودي دي زوبيراسيون يعني أنهم نظموا يوم الأربعاء عمليات ترحيل المقصود و ايفاكيي لإخلاء ايفاكيي المقصود بها أخلاء و ايفاكيي ليخلو اون بارتي دو لو ريسورتيسون إذن لإخلاء جزء من مواطنيهم الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان نظمت عمليات إخلاء لمواطنيها سي أبخيزون أوتور دو باري إذن إنه حاضرا دور باريس un premier avion français et d'un اول طائره فرنسيه est parti dans la nuit de mercredi à jeudi c'est à présent autour de paris un premier avion français est parti dans la nuit de mercredi à jeudi entre 3h et 4h30 à destination de Wuhan يعني في اتجاه Wuhan à destination de Wuhan في اتجاه Wuhan selon des sources coordonnées حسب مصادر متوافقه selon une source proche du dossier اذا حسب مصادر قريبه من الملف المقصود حسب مصادر قريبه من الموضوع l'avion devrait revenir vendredi avec 250 personnes الطائره يجب ان تعود يوم الجمعه avec 250 personnes مع 250 شخص selon une source proche du dossier l'avion devrait revenir vendredi avec 250 personnes mais l'aéroport d'arrivée l'horaire et le lieu de la quarantaine de 14 jours ne sont pas encore définis.
évolueront en fonction de la situation sur place. Selon une source proche du dossier, حسب مصدر قريب من الملف المقصود, حسب مصدرين مطلع على الموضوع. L'avion devrait revenir vendredi avec 250 personnes. الطائرة يجب أن تعود يوم الجمعة avec 250 personnes. مع 250 شخصا. ما الأيروبور d'arrivée, ولكن مطار الوصول l'horaire et le lieu, توقيت والمكان de la quarantaine. مكان وتوقيت de la quarantaine. Quarantaine مقصود بها الأربعين. تأتي من كلمة 40 يعني 40. نقول مثلا elle était dans la quarantaine. Elle était dans la quarantaine يعني هي كانت في الأربعينيات. إذا نقول la quarantaine. لكن كلمة كارونتين لها معنى آخر اللي هو الحجر الصحي أو العزل. كارونتين المقصود به عندنا الحجر الصحي أو العزل. إذا مي لايغوبور داغيلي, ولكن مطار الوصول لوغار إي لو ليو دو لا كارونتين, توقيت ومكان الحجر الصحي أو العزل دو 14 جور لأربعة عشر يوما. نصون باز أنكور ديفيني, لم تحدد بعد. نصون با أنكور ديفيني, لم تحدد بعد. إيفوليغون, وستتطور. إذا لايغوبور لوغار إي لو ليو دو لا كارونتين دو 14 جور نصون باز أنكور ديفيني إيفوليغون أون فونكسيون دو لا سيتياسيون سور بلاس. مطار الوصول ثم توقيت ومكان العزل لمدة 14 يوما نصون باز أنكور ديفيني, لم تحدد بعد. اي ايفوليغون, عندنا لو فام ايفولي, عندنا لو فام ايفولي يعني فعل تطور. اذا هذه الامور ستتطور اون فونكسيون دو لا سيتياسيون, ستتطور حسب الوضعيه سور بلاس, حسب الوضعيه في المكان. كما نقول حسب الوضعيه في عين المكان. طبعا هناك اجراءات اخرى ورحلات اخرى ستتم لاجلاء المواطنين الفرنسيين والاوروبيين الى اخره. نكتفي بهذا القدر, حياكم الله, والى لقاء قادم باذن الله.